البطاطس في الفرن عايشة حياتها، الحاج بصل اهو ابتدى يدبل وكل حاجة تمام. هنحط له بس حاجة خفيفة كده، شوية خل بلسمك. الله على الأصوات، الله على المزيكا. بس هحط له كمان شوية مرقة فراخ أو مية، بس هي المرقة هتديله نكهة، ومرقة لحمة كمان. خليه بقى يعيش حياته. وانتهى اللذة. في المرحلة دي بقى هضيف شوية ملح، عشان الملح يستحسن تخلوه للآخر لحسن تتخموا بقى بين الخل البلسميك، لأن هو بيكون مزل شوية. فنش كمان الملح للكفتة. هنروح بقى عجنين الكفتة بتاعتنا، مش محتاجة حاجة كتير، كفاية عليها خالص البهارات دي. عايزين برجر بروفيشنال زي برا عليكم وعلى القطاعات بتاعت الكوكيز او بتاعت الكيك الصغيرة دي، وفردوا العجينة على 2 بلاستيك فيلم وقطعوا يكونوا مقاس بعض. عايزين برجر بيتي روستيك بشكل ريفي كده، خلصوا كل حاجة نعمله بايدينا عادي جدا. وانا بتبع الوسيلة دي عشان كل ما كانت الحاجة بالشكل ده كل ما بانت ان هي بيتي. البصل 100 100، الكارمل وابتدى برضو هخليه شوية يتلسع، انقله بس لهنا، بس اغسل ايديا. هنقله للعين التانية. هولع عليه وهعمل ايه؟ هجيب طاسة اللي ما بيلزقوش، احط فيها شوية زيت نباتي، شوية بس مش كتير، حبة زبدة حلوين، مش حلوين قوي بس شوية يعني، زيت وزبدة. هخليهم يدوروا مع بعض كده، الزيت والزبدة حلوين مع بعض عشان ما بيخلوش الحاجة تتلسع. خلي البصل يكمل، كله ماشي مع بعض. هبتدي اعمل ايه؟ اجيب بقى البرجر بتاعي، اعمله باتيز او قطع بالشكل ده واحط هنا. اسهل من كده مفيش، كبروها شوية عشان اللحمة هتكش كده. صدقوني الوصفة دي جميلة جدا وهتعجبكم قوي قوي قوي، يعني حتى انا مش هستخدم اللي هو الخيار المخلل والطماطم اللي الناس متعودين عليها، في ناس ما بتحبهاش وبتحمض بسرعة لو خليته البرجر اتأخر. انا هستخدم كده تحبيشة حلوة اللي هي البصل الكارمل والصلصة بتاعت الزبادي والنعناع دي، هتعجبكم قوي. غطوها كده، تلوش ممكن تفك شوية منكو، بس برضو يعني برجر برجر رغم كل حاجة غصب عن الكل. كده تمام، تمام جدا. تالي كفاية عليا كام؟ 2 4 6 7، 7 برجرات كده او حتى 6. بس
السويت دي بقى هنا يكملها بعدين او حطوها في الفريزر اي حاجه. دلوقتي هعمل ايه؟ على بال ما كل حاجه تجهز هحمص العيش اللي هو عيش البرجر. بصل على فكره خلاص فل الفل، هطفي عليه اسيبه يبرد على جنب، دول خليهم يعيشوا حياتهم على حراره عاديه. هجيب بقى العيش بتاعي، بس الاول خلوني اطلع طاسه احمص فيها العيش. حفلة الساندويتشات، هجيب العيش البرجر، كل ما تحمص كل ما كان احلى واحلى. هنبتدي نقسمه نصين بالشكل ده. طبعا لو عندك اطفال ما بيحبوش البرجر متحمص ممكن تحتفظي بيه كده، يعني تكتفي بيه كده. كمان لو عايزه تتفنيني اكتر واكتر ادهني بقى هنا بشويه زبده وعليها شويه ثوم كده. يا سلام. يلا نخلي كل حاجه تتحمص بس دقيقه ونمشي بالراحه. البطاطس على فكره شكلها رائع بس لسه قدامها حبه حلوين. ده خلاص قلنا جاهز وطفينا عليه النار. نبتدي بقى نقلب الحاج ده. ساعدني دي. تمام. وانتي بتعملي البرجر اوعي اشوف حد منكم عامل كده، كده كل العصارة بتخرج، لا في اللحمة ولا في البرجر. غلط 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 انك تضغطي الحاجة كده. انت بتتهيالك انك بتسرعي السوا، بس انت كده بتدمري كل اللي جوه، كل الجوسز والعصاير او العصاره اللي بتبقى جوه دي بتخرج. فاحنا خلينا نمشي بالراحه مش مستعجلين، كده كده البطاطس قدامها وقت. على بال ما كل ده يتعمل نعمل الصوص. احنا قاعدين الصوص بقى هحتاج له ايه؟ هحتاج شويه زبادي، زبادي ممكن يعني طالما الموضوع فيه شوية، طالما خففنا من الزيت وعملنا البطاطس في الفرن ممكن تعملي زبادي خالي الدسم، ممكن تعملي لو فات، وكمان المايونيز ممكن تعملي لايت. نجيب شوية مايونيز، مايونيز مش عايزين كتير، معلقتين صغيرين لثلاث معالق حسب الرغبة. هنكهه بايه؟ شويه بودره بصل. بلعب في نفس الحاجات اللي عندي يعني بخليها قدامي، شويه بودره الثوم. شويه ملح. هحتاج رشه فلفل اسود، العيش على فكره بتحمص زي الفل. فاضل ايه؟ فاضل حاجتين اتنين. عايزه حاجه تنطق الصوص ده تخليه يتكلم، تخلي كده ريحته يعني قبل ما تاخد البرجر كده توصل لك الريحه دي. هو ما فيش غيره النعناع. هجيب نعناع كده فريش اخضر، حاولوا تاخدوا الورق بس ما تاخدوش العروق. هفرمه فرمه ناعمه كده، ناعمه ناعمه جدا. احطها كده في الصلصه. والحلو ما بيكملش غير برشه زيت الزيتون.
الله. العيش اتحمص، انا بحبه كده. هروح جايباه حطاه هنا. هخلي دي هنا عشان هكمل باقي العيش بتاعي. شفتوا كل حاجة جميلة وسهلة، مش حاجة صعبة. احنا في العيلة عندنا ما ناكلش العيش الا متحمص. كده البرجر بتاعي زي الفل، بس انا هضيف له حاجة برضو انا بحبها في البرجر. البهاريز دي بطفيها بشوية خل بلسمك، شوية بس. مش كتير يعني، سنة بس تديله مزازة حلو. اقلب اخر مره كده. بس خلاص كده البرجر جهز. اللي هعمله ان انا هنضف شويه عشان اعرف اشتغل صح. عارفين بقى البرجر والحاجات دي يعني هنعيش في جو البياعين بتوع الفاست فود. نبتدي بقى نوضب الدنيا. نحط العيش ده هنا كده. اجيب بقى الفوطه بتاعتي، اروح مسح الحته دي عشان ننطلق. خلاص البرجر انا هطفي عليه، العيش ده كمان هطفي عليه، والبصل بارد وكل حاجه. اجيب طبق التقديم. ولا سحر ولا شعوذه، اللي هيحصل ده البرجر بتاعي حطه هنا عشان نحط هنا البطاطس. عندي خس كابوتشا، هحتاج شوية سكينة كده. انا بادي طريقتي في قطع الخس، ان انا من تحت بطلع القلب خاصة. ده على فكرة اختياري يعني مش ضروري، واقطعها بالشكل العشوائي ده. هستخدم الصغيرة يعني. ايه اللي هيحصل؟ هحط دي هنا ودي برضو هنا، واخد معلقة من الصلصة الحلوة دي واحط عليها حتة برجر محترمة، واروح جايبة شوية بصل مكرمل الجميل بتاعنا ده واحطه كده. ولا تقولي بقى ماك ايه ولا معرفش ايه ولا كينج ايه. دي محروقة شوية، زودت العيار حبتين، خليها ممكن نعمل بيها حاجة تانية. ناخد دي نحطها بالشكل ده اهو للكاميرا. ممكن ناخد شوية صوص نحطها حواليه بالشكل ده. الوقت ده هتكون البطاطس بتاعتنا جهزت، نطلعها من الفرن. البطاطس بتاعتنا كمان جهزت زي الفل. نجيبها هنا بس، او استنى اشيل دي احط دي مكانها عشان نوسع مكان. بس ممكن احط دي هنا مبدئيا، واروح واخده البطاطس واحده واحده بس حاسبه سخنه. خلوني بس افضي المكان شويه عشان كل حاجه تبلكوا على اصولها. ده خلاص خلصنا منه، ممكن نحطه في الثلاجه. مفيش اسرع من كده. ونكمل. وطبعا مش محتاجه اقول ان احنا ممكن نحط صلصه زياده في حاجه صغيره زي سلطانيه صغيره جنب اللي احنا قدمناه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم ويكون عجبكم البرجر. اشوفكم الحلقه الجايه ووصفات تانية من مطبخ اسيا.